الهدف الأول من هذا اليوم الدراسي هو تحسيس المهنيين القطاع كيف يعني التكتل والاجتماع تحت قبة التعاونيات والاتحادات والاستفادة من كل يعني الفوائد هذه التعاونية، خاصة نعلم أن هذه التعاونية من بين الفوائد نتاعها أولا هي تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشركائها، زيادة الروح المعنوية لديهم، وكذلك تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري الموجهة للمستهلكين، وخاصة زيادة الإنتاج والإنتاجية.